وزارة الصحة نفهم منه وضع المصابين دلوقتي وفي انهي المستشفيات. مساء الخير دكتور خالد. مساء الخير يا فندم، اهلا بحضرتك. يعني مبدئيا طبعا بنتقدم بخالص التعازي لاسر اخواتنا من الشهداء براء هذا الحادث الاليم، وبنتمنى لجميع المصابين الشفاء العاجل. يمكن خليني اوضح لحضرتك كده منذ وقوع الحادث والاجراءات اللي اتبعتها وزاره الصحه للتعامل مع اخواتنا المصابين. تم اولا نقل المصابين بواسطه سيارات الاسعاف، يمكن اكثر من 150 سياره اسعاف شاركت في نقل المصابين. نقلناهم الاول لمستشفى بير العبد في شمال سيناء، ودول يمكن اللي كانت حالتهم مستقره شويه. الحالات الاكثر خطوره راحت لمستشفى الاسماعيليه العام. الحالات اللي بتحتاج تدخلات جراحيه بيتم نقلها حتى الان جاري لاثنين مستشفيات في القاهره معروفين بمستشفيات الاحاله، مستشفى معهد ناصر ومستشفى دار الشفاء. ويمكن يعني منظومه مستشفيات الاحاله دي منظومه جديده تم استحداثها، ما كانتش موجوده، علشان التعامل مع الحوادث الإرهابية في الأونة الأخيرة. المستشفيات فيها فرق طبية، مستشفيات الأحالة من جميع التخصصات، الجراحة العامة، جراحة المخ والأعصاب، جراحة القلب والصدر، الأوعية الدموية، العظام. حقيقة يعني يمكن في على سبيل المثال الرئيس الحاصل في مستشفى معهد ناصر، يمكن في أربع حالات في غرف العمليات بأربع أطقم طبية جراحية شغالين الآن داخل غرف العمليات. مستشفى دار الشفاء كذلك. يعني خليني اقول لحضرتك اعداد طبعا بتتغير كل شويه، ولكن يعني مستشفى دار الشفاء يمكن في 11 حاله وصلوا حتى الان، منهم حاله واحده خطيره وباقي الحالات مستقره. مستشفى معهد ناصر يمكن وصل 12 حاله، في حالتين حالتهم خطيره، وفي اربع حالات داخل غرفه العمليات، وفي ثمان حالات حالتهم مستقره. معظم الحالات بتعاني من طلقات ناريه في اماكن متفرقه في الجسد. الحمد لله، يمكن كان تردد كلام على صفحات التواصل الاجتماعي ان احنا في حاجه لاكياس دم. الحمد لله احنا عندنا مخزون اكياس الدم على مستوى الجمهوريه 13000 كيس دم. في مستشفى معهد ناصر في 1100 كيس، في مستشفى دار الشفاء في 1000 كيس. الحقيقه الخدمات الطبيه في القوات المسلحه كما ذكر السيد وزير الصحه تواصلوا مع السيد الوزير منذ الصباح ومنذ وقوع الحادث، يكون متوفر لدينا على طول ان شاء الله. يعني السيد وزير الصحه بمرافقه الدكتور مصطفى مدبولي القائم باعمال رئيس مجلس الوزراء، يعني زاروا المصابين في مستشفيات دار الشفاء ومعهد ناصر واطمئنوا على حالاتهم، وجاري متابعه اجراء العمليات الجراحيه والتدخلات الجراحيه لقواتنا المصابين. وطبعا زي ما قلت لحضرتك جاري مازال نقل المصابين او اخلاءهم من مستشفيات دير العبد والاسماعيليه الى مستشفيات الاحاله سواء في معهد ناصر او في دار الشفاء. تمام، بشكرك جدا دكتور خالد مجاهد متحدث باسم وزاره الصحه. اذا وضع المصابين مستقر وكل واحد موجود في المستشفى وفي اطقم جراحيه ومفيش اي حاجه او ازعاج فيما يخص وجود نقص دم او خلافه. وزاره الصحه بتقول في بيانها الرسمي او على لسان متحدثها الرسمي انه احنا ما عندناش حاجه ل او مش محتاجين لاكياس الدم. تعالوا نروح